السلام عليكم، راح نكمل اليوم البرمجة دلت الـ Add Item Card. وصلنا في آخر مرحلة إنه يعرض له الـ Item اللي هو اختارها هذا الزبون. طيب بعد ما يعرض له إياها حيقول له ادخل لي اللي هو الكمية اللي أنت بدك إياها، أنت require quantity. راح نحط هنا سلاش ان ويعرض لي يقول له ادخل الكمية. طيب بعد ما يخلص وعمل بريك، يعني خلاص يعني ما فيش له منتج واحد، فليش انت داعي تضلك تلف وتبحث وهو فيش له منتج واحد؟ يعني عشان يقلل من استهلاك الذاكرة. لقيت هيعرض له هاي المسج، هذا الايتم اللي هو اختاره في واجهة. هنعمل له string اللي هو نسميها سي اتش يساوي جي اوبشن بين دوت شو انبوت ديالوج، هتساوي ان احط نال. وهنا هنحط له ايش اللي هي الرسالة حتطلع له. اوكي طيب لقيت هو لو دخل مثلا الكمية اللي بده اياها بده 5. طبعا لكن لازم احنا نحول string الى انتجر مثلا اللي هي نسميها الكوانتيتي. طبعا هذه الكمية الكوانتيتي بدها تساوي انتجر بارس انت اللي هي السي اتش. طيب هلا لقيت لو المستخدم دخل كمية أكبر من الموجودة، وإذا كانت الكمية الموجودة بتساوي صفر، وإذا كانت المستخدم دخل كمية أقل من صفر يقول له ما يعملش اي اضافة. يعني نعمل اف اذا كانت الكوانتيتي الكمية الموجودة اللي هي هاي الكمية الكلية اللي اخدناها عند عملية اللي هو البحث، اذا كانت اكبر من او يساوي الكمية المدخلة اللي هي هاي المستخدم اللي حيدخلها، and اذا كانت الكوانتيتي اللي هي الكمية اللي دخلها المستخدم أكبر من صفر، لأنه مينفعش يدخل سالب واحد لأنه سالب واحد مش كمية، بالسوال بشكل عام مش كمية، and اللي هي ال quantity اللي هي الكمية الموجودة ما تكونش بتساوي سالب واحد، لا تساوي صفر. طيب إذا كانت هدول الكمية الموجودة أكبر من الكمية المدخلة، وإذا كان المستخدم دخل كمية أقل من زيرو، وإذا كانت الكمية الموجودة لا تساوي صفر، عمل عملية إضافة. طيب بلقيت إحنا عملية الإضافة بدها تحتاج كلاس نحط فيها البيانات. طب هنعمل هنا نيو كلاس جديد جافا كلاس، هنسميه سيل. وليش مش راضي سيل؟ إذا سيل جافا ليد اكسيت موجود. او طيب او يس هو مش هنا، هو في ستوري هنا. هنعمل نيو جافا كلاس سيل، هنعمل فيتش. طيب هي بتحتاج، طبعا هو مش محدد لك ايش انت تختار، لكن هو يعني مبين حتى انت هتحتاج الى انتجر اللي هو الاي دي كاستمر، هتحتاج الـ ID item رقم المنتج، وهتحتاج الـ quantity تمام، وهتحتاج لـ string name item. طيب راح نعمل constructor insert code، نعمل constructor هي الأربع شغلات. طيب هنحتاج لدوال إيش؟ لدوال الـ get، نحتاج لدوال الجيتار، نعمل جيتار وستار. طيب هذا بالنسبة لكلاس السيل. نروح على الجيت هان، نعمل له اوبجكت اري، فوق هان نعمل له اوبجكت اري، نعمل له بابليك ستاتيك، من اسم هو اسمه الاوبجكت سيل، نسميها سيل سمول، بده يساوي
النيو سيل نخلي حجمه 20، نعمله public static integer size 2 ويساوي 0. واحنا عرفنا ليش 0. نيجي هنا على الدالة هنا نقول له السيل، يعني عملنا مية إضافة اللي هو للإيش، للسايز 3 سايز 2، بدي يساوي نيو سيل. هنا راح يدخل رقم المنتج، طبعا احنا رقم المنتج اخذناه اي دي، اي دي رقم، لا رقم الزبون كاستمر اللي هو راح طبعا احنا بعتنا له اندكس، صحيح احنا بعتنا له اندكس، راح هياخد الاندكس نحط له هنا اندكس دوت جيت اي دي، وهنا الاد ايتم، وهنا الكمية، وهنا اسم المنتج. طيب بعد كده عمل لي السايز، قبل ما تعمل لي السايز بلس بلس، قبل ما تعمل بلس بلس لقيت رح نعمل عملية لقيت لو سحب الزبون هذا كمية مثلا 3 هيعمل تنقيص من الكمية الأصلية ناقص 3، يعني مثلا كانت الأصلية كانت 10 واختار بده ياخد المستخدم الزبون هذا كمية 3، راح يعمل 10 ناقص 3، يعني هنعرف متغير انتجر توتال بده يساوي الكاستم اللي هي الايتم، طبعا احنا اخذنا الكمية الكلية، بيعمل كوانتيتي ناقص اللي هي الكوانت اللي هي المستخدم دخلها، وهيعمل عملية تعديل، هنعمل كاستمر هيعمل لا الايتم اللي هو اسم المستخدم، طبعا احنا بدنا نعمل عملية بحث عن عن بدنا نرجع اندكس اللي هو النيم ايتم، يعني نقول له هل هو، طبعا اكيد هو موجود، لكن احنا بدنا نعمل عشان عملية تعديل الكوانتيتي لازم نجيب الاندكس الموجود فيها هذا المنتج، هنعمل دالة انتجر سيرش نيم ايتم بدي يساوي، او انا اسميها نيم ايتم اندكس، اندكس ونعمل سيرش نيم ايتم هتعطيها ايش اسم اسم المنتج اللي هي نيم ايتم. طيب هنعملها اللي هي هترجع لك رقم الموجود، طبعا احنا عملناها للدالة اللي هي هاي، طبعا لكن هو هيرجع لك رقم الاندكس. تمام طبعا هاي هي جاهزة، يعني شايف كيف، يعني كل اشي بيكمل بعضه. نيجي نكملها بعد كده، هنروح على كلاس ايتم نعمل دوال السيت، احنا عملناش دالة السيت، فهنعمل انسيرت كود للسيت لمين، للكوانتيتي. طيب هنيجي هناك نرجع هنقول له item لا اللي هي index name dot dot item dot اللي هي set اللي هي ايش، وين احنا عملنا في ال item set، مش عاملين ل ال quantity هي هون. طيب set quantity اوكي item index set quantity مش موجودة ليش. طيب نيجي نعمل، طيب هيا هنا موجودة ليش مش متعرف. طيب من نشوف الخطأ هو وين ونوقف شوي أو نكمل في الحلقة القادمة.